في أول الليل حسيت روحك متقلق وبدنك بديت فرعس فدي تخنقت ومن غير ما خممت أول دواجة قدامك شربت. وبالطبيعة الحاجة هذه غلطة، خاطر ما يلزمكش تشرب دواء إلا ما تشاور طبيب. في الاخر قلت الصباح رباح وغميت على راسك ورقت. من غدوه صبحت تهز في روحك بالسيف وبدنك بكل موجوع. طلبت طبيبك مره اثنين، ما نجمتش تتحصل عليه، ما لقيت بها وين. هزيت التليفون وكلمت صاحبك اللي بعثك لطبيب طيار وقال لك تنجم تمشيله من غير رونديفو. والمشكله وين؟ الكابينه اللي نعتك عليه طلع بعيد برشا، بعيد ياسر بعيد. دوب ما وصل تلقى السال داتونت مليان، وكي الناس الملاح شديت كرسي بجنب المرضى وقعدت تستنى. صبر في روحك أتوي عيطول ليه، هاي باش تدخلني تو ساعة اثنين ثلاثة سوايع وشي النافع ربي. وفي هذا الكل الوجعة ماشية وتزيد بيك، وانتي هكاكا تجيك السكرتيغة تقولك وقتاش الغونديفو متاعك، تجاوبها بنظرة حزينة وفيها برشا وجعة. ليه جيت بلاش غونديفو؟ تقولك سامحني راهو الطبيب باش يروح ما عاد يقبل حد. وانتي فاش قام عليك هذا الكل؟ مو ادخل على med.ca، أول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه أقرب طبيب ليك، وتاخذ معه موعد على الانترنت مع med.ca. اسأل طبيب وما تسألش مجرب.